اليوم 8 مارس عام 1908 طلع النساء العاملات في النسيج في مدينة نيويورك بالخبز والورود حتى خفضوا لهم ساعة العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء الحق في الاقتراع. شكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكيل حركة نسوية داخل الولايات المتحدة، خصوصا بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة والإنصاف. وبهكي قعد يوم 8 مارس يوم العالمي للمرأة. كل عام ونساء العالم بخير والمرأة الليبية بخير. ومع تطور الزمن ومرور السنوات يوم المرأة مش للمرأة العاملة فقط، حتى ربة البيت تعتبر عاملة ومكافحة وتبذل في جهد عظيم. وفي مجموعة دول مثل الصين وروسيا وأوكرانيا تعطي في عطلة للنساء فقط في اليوم هذا. وفي ليبيا في السابق كنا نشوفوا أن المرأة لها دور كبير في الجيش، وبعد الثورة قعدنا نشوفه في المرأة الليبية في المشهد السياسي والحقوقي، لكن مش بالقدر الكافي اللي كنا نطمح له. يعني ما زالت المرأة تعرض للتهميش والاستبعاد والتحرش والتعنيف، وفي أحيان أخرى توصل حتى للقتل زي ما صار مع ناشطات وحقوقيات ومنهم المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعقيس، والصحفية نصيب كرناف، والسياسية فريحة البركاوي، والناشطة انتصار الحسايري رحمهم الله جميعا. برايكم هل حنشوف المرأة الليبية حاصلة على كامل حقوقها وتمارس في نشاطها في المجتمع في ظل بيئة آمنة؟